النادي الاهلي بنتيجه كبيره طبعا على فريق تليفونات بني سويف. معانا طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. مبروك طبعا يا كابتن سيد، النهارده في مكاسب كبيره على ما اعتقد وكتير النهارده في المباراه بجانب الاصابات اللي كانت عندنا، لكن النهارده على ما اعتقد مباراه مهمه ودور ال 32 زي ما احنا عارفين لابد يبقى في مكسب في بطوله الكاس بتختلف بشكل كبير. النهارده المباراه شايفها ازاي يا كابتن؟ الحمد لله طبعا على التاهل، يمكن دايما مباراه الكاس بتبقى مباراه ما بتبقاش سهله بالتاكيد، يمكن الدوري بيبقى عندك فرصه من خلال اسابيع من خلال عدد مباريات، حتى لو ما حلفكش التوفيق في مباراه تقدر ان انت ترجع تاني في مباراه اخرى، لكن الكاس ما فيش تعويض. فعشان كده لازم يبقى في احترام للمنافس، لازم في احترام للكوره نفسها بمتغيراتها، تحترم الخصم وتقدره وتتعامل معاه بشكل ايجابي جدا. حتى باحداث اللقاء لو قدرت ان انت تحرز هدف هات اتنين هات تلاته هات اربعه هات، في الكوره كده يعني طول ما انت قادر ان انت تسجل او تبعد بالنتيجه لا ابعد. يعني عايز اكلمك النهارده على ابرز المكاسب من اللعيبه. شفنا ايمن اشرف ظهر بشكل رائع في مركز المساك، محمد هاني كمان، احنا عندنا ظروف هي اضطرتنا اكيد كابتن سيد ان احنا نلعب بالطريقه دي، بس النهارده اجادوا بشكل كبير. عندنا ثقه في كل المجموعه، وايا كانت غياباتنا وايا كانت اللعيبه المؤثره، هم لعيبه اكيد بيبقى كبيره ومحترمه وعامله تاريخ كويس وكل حاجه، لكن المجموعه كلها بيبقى عندنا ثقه فيهم. يعني الجانب النفسي اللي اشتغلتوا عليه كابتن سيد مع كابتن حسام مع كابتن احمد ايوب ده كان ليه تاثير كبير جدا، لان النهارده شايفين لعيبه مركزه من اول دقيقه. فريق تليفونات بن سويف يعني على قد قدراته لكن في تركيز من اول دقيقه. كابتن بص، لو انت تخص بسؤالك يعني بعد خروج البطوله الافريقيه، بص احنا عملنا كل حاجه في البطوله الافريقيه، ادينا ما علينا خلاص، لكن في النهايه بيبقى في عنصر توفيق معاك او مش معاك، مش هتكلم كتير فيها بقى بحكامها بسلطاتها بكل حاجه، لكن في النهايه انت بتتكلم على نتائج. يعني احنا مش الفرقه اللي هنقعد نعيط ولا بنبكي على اللي فات، بناخد منه خبره بالتاكيد كده، لكن ما بنقعدش طول الليل نسهر لو كانت دي جات لو ده كان عمل كذا، لا، انت بتفكر دايما في بكره خلاص. يعني حتى لو في انتصار وفي فرحه وفي سعاده او في لا قدر الله انكسار او خروج ولا حاجه، لازم تفكر في بكره. يعني خلاص البطوله الافريقيه انتهت، مش هنقعد نتكلم بقى ونقعد نحكي وننسى الاهم اللي هو بكره. بكره بالنسبه لنا كان النهارده اللي هو الكاس يعني، وبكره بالنسبه لنا اللي هو الدوري. عندنا مباريات مش سهله، عندنا مرحله كبيره بعدد مباريات كتير جدا، يمكن انا ذكرت معاك يوم 16 الانتاج، يوم 20 الاسماعيلي، 24 داخليه، المصري 28، ام بي 2، وبعدين فتره التوقف اكيد هيبقى فيها مؤجلات بالنسبه لنا هنلعبها، بعدين 15 طنطا، وبعدين سموحه 20، وبعدين وادي دجله، بتروجيت، الاسيوطي، المقاولين، النصر، الزمالك، يعني فانت عندك مباريات كبيره ولازم تتعايش معاها، لازم تهيئ الفرقه لمنافسه قويه مش منافسه سهله يعني. استاد القاهره وده اللي بنتمنى احنا كنا نلعب عليه مباراه اليوم يا كابتن سيد النهارده تكون بدايه هتفرق معانا الفتره اللي جايه. استاد القاهره فرح النفسيه للاعبين، احنا عارفين طبعا النادي الاهلي بيأدي في كل حته، لكن استاد القاهره ليه طبع خاص مع لعيبه النادي الاهلي. بيتك يعني بيتك اجواء واحداث ومدرجاته يعني بالتاكيد، ف يعني احنا من اسعد الناس باللعب على استاد القاهره، وان كنا نستغل الفرصه ونشكر ملعبين لابد ان هو نشكرهم فعلا، يعني نمره واحد استاد برج العرب في القائمين عليه والناس المسؤولة فيه بشكرهم شكرا جزيلا على فترة كانت مش سهلة خالص في المنظومة ككل، يعني تحملوها بشكل كبير جدا جدا، شكرا جزيلا ليهم بجد بكل المسؤولين اللي فيها بكل الناس القائمين على استاد برج العرب. استاد كمان السلام، ناس في نادي الانتاج الحربي شكرا جزيلا ليهم على كل التعاون اللي كان معانا فيما يخص المباريات اللي لعبناها يعني، لكن اعتقد ان احنا رجعنا لبيتنا، يبقى النص الحلو يكمل اللي هو الجماهير ان شاء الله. كمنوط لمدير الكره كابتن سيد، في ناس بتتكلم بشكل كبير جدا على الجهاز الفني ويمكن حاجه صعبه جدا، بتستقبل الموضوع ده ازاي؟ ولو في رساله بتحب توجهها لكل الناس اللي بتتكلم تقولي. بتقولي على المدير الفني مش سهل. كمدير الكره انت المسؤول، بكلمك الناس بتتكلم على الجهاز الفني بشكل كبير وكلام صعب قوي، طبعا انت عارف طبعا يعني النادي الاهلي ما بيكسب الكل بيتكلم عن النادي الاهلي، النادي الاهلي ما بيخسر الكل، بتشوف الموضوع ده ازاي؟ اول والاخر انت لازم تبقى مقدر تماما ان انت بتشتغل في النادي الاهلي، فالنادي الاهلي يعني اكبر مؤسسه في افريقيا والعرب والشرق الاوسط ككل، فوضع طبيعي جدا طالما انت شغال فيه لازم تتقبل المدح والذم، يا يعني تتقبل النقد والثناء، فبالتالي يعني مش عايز اقول ما تاخدش من دماغك او تفكيرك قوي، لكن لازم تعرف كويس قوي ان ده وضع طبيعي جدا جدا، كل الناس تتكلم اللي هي عايزاه وكل الناس تقول وجهه نظرها، واي حد ممكن يتكلم بالطريقه بتاعته اللي تناسبه واللي يشوفها مناسبه ليه يعني، لكن انت في الاخر بتشتغل زي ما قلت لك بالنتائج بالارقام بالمرحله اللي انت فيها، لازم تشتغل صح يعني. شكرا بقى.
كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. النهارده مباراه كانت مهمه، اول مباراه للنادي الاهلي في دور 32 في بطوله كاس مصر للنادي الاهلي. زي ما الكابتن سعد عبد الحفيظ قال، عنده مباريات قادمه، عنده بطولات قادمه، وده اللي بنتمنى التوفيق فيه للنادي الاهلي. يمكن دي كانت اخر لقاءاتنا هنا من استاد بيترو سبورت لقاء الكابتن سعد عبد الحفيظ، واكيد بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته القادمه سواء في بطوله كاس مصر او في بطوله الدوري العام. شكرك كريم كابتن ربيع خليني طبعا كنت ببارك لكابتن سعد عبد الحفيظ على الفوز.